راديا من الجزائر، من حقي غيري أن يفكر. فتفكيركم يعني وجودكم، تفكيركم يعني إبداعكم، وتفكيركم يعني بصمتكم. هل فكرتم اليوم؟ أبدعتم؟ هل تركتم بصمتكم؟ من حقي غيري أن يعبروا، من حقهم أن يدلوا بأفكارهم وآرائهم، آرائهم المكبوتة، المكبوتة كأحلام والمتطورة لاحقا لصراع وعنف. كم من مبدع أحبط، وكم من مفكر هدم. إنه فرصة، إنه فرصة لكل مفكر، لكل مبدع، لكل إنسان، ذكرا كان أم أنثى، طفلا أو كهلا، سليما أو معاقا. كفانا بهنيات، كفانا من تلك الذهنيات السلبية، كفانا إحباطات. من حقك ترك بصمة، من حقك ترك بصمة بفكرة بسيطة أو برأي بسيط. وشكرا.